تم توقيف 4 أشخاص مع تحديد باقي أفراد الشبكة. حجز 6.350 كيلوغرام من المخدرات كيف معالج، شاحنتين بجرار طريقي، شاحنة صغيرة واحدة، سيارة سياحية واحدة. فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالمسيلة تحقق في القضية عن جناية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية، الحصول والشراء لغرض البيع، التخزين والنقل للمخدرات كيف معالج ضمن جماعة إجرامية منظمة.